السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كده نشاط مدرسي طلب من ابني في KG2. فالنشاط عبارة عن ميكروفون، يعني ميكروفون كده بس للأولاد، يعني عشان يتدربوا إن هما بعد كده ما بيكبروا وكده إن هما يقدروا يمسكوا المايك ويتكلموا عادي فيه، ما يتكسفوش زي ما احنا كنا بنتكسف واحنا صغيرين. كل اللي أنا محتاجاه هنا أي لمبة قديمة عندك زي ما انت شايفة كده، أنا عندي اللمبة دي تمام، ومحتاجة ورقتين من الفوم اللي هو اللي فيه لمعة ده، وبقى فيه من ورا كده الورق ده بتشال، بصوا اللي هو بتشال ده، الورقة من دي ب2.5 جنيه، ماشي ده اللي انا عايزاه. وكمان بصوا معايا دي كانت القعدة بتاعت التربو، كان تربو عند حماتي قديم فرمته، فلقيت دي اللي كان بتركب كده في التربو اللي كان بيقف عليه، لو تعرفوا اللي عنده زيه، درجات درجات، الدرج الاول والتاني والتالت وكده، فده جبته تمام. ومعايا كمان هنا مسدس شمع، انا حابه اقول لكم ان انا هستخدم هنا لونين، اللون الفاضي ده السيلفر ده واللون البني اللي انتوا شايفينه ده، انا كنت عايزه اجيب لون اسود بس يعني للاسف ما لقيتش، فمش مشكله، بامكانيات بسيطه ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه تحفه تعجبكم بامر الله. بصوا لا هقول لكم، بس عايزه اقول لكم على حاجه بسيطه، لو انت مش عندك الجزء ده ممكن تستغنوا عنده وتجيبي ورق كرتون، يعني ممكن تجيبي ورق كرتون من دي وتعمليها زي رول زي ده وتدخليه هنا تحت هنا في المايك، تبقى ايدي المايك وده المايك ذات نفسه تمام. ده لو ايه مش عندك، اسفه ده لو مش عندك الماسك ده اللي هي قاعده التربو، لان مش كل الناس عندها ده، انا بس بقول لكم افكار هوريها لكم برضو، دي انا بقول لكم بس فكره بس، يعني ايه اللي مش عنده العصايه دي تمام، بتاخديها وبتلفيها زي رول كده. بصي يعني عايزه ايه هسهلها ببساطه عليكم لان الناس مش عارفه، بتجيبي كده تمام. لو انت حابه تعملي ماي ماس يعني ماسك لل المايك، وبتاخديها كده وبتلزقيها بالشمع ده، يعني حاجة يعني تحطيها بقى كده بعد ما تلزقيها بالشمع تحطيها كده، لو انت عايزة تعملي وحتى الشيل بتاعتي تبقى زيها ده، يعني ايه تتحكمي فيها اكتر. ده بقى لو انت عايزة تستخدميه كده هتلزقيه من هنا كده بجهاز الشمع، وهنا برضه هتحطي شمع من هنا كده وتقفلي تمام. ده لو مش عندك اللي هي الايدي بتاعت اللي انا قلت لكم عليها دي، لو عرفت ان انت تشيلي دي، لو عرفت تشيلي دي وتحطها هنا كده، ودي طبعا هتبقى رفيعه، فبالتالي هتدخل هنا في المكان هو الابيض ده بعد ما نشيل ده، فطبعا انا مش عارفه اشيلها، وكمان ما فيش فيها اي اله عايزه يعني تشيلها، ولقيتها جامده وصراحه يعني جامده عليا، فقلت بقى ايه، بصوا معايا، لقيت ده من جوه كده شايفين اللي هي الخطوط المدوره دي، فكان الربط لقيت برضو نفس المدور هنا، فانا هحاول انا كده ادخلها، بسم الله ونسمي الله كده ونصلي على الرسول، ونحاول بقى نلف كده، لو ما دخلتش معايا انا ممكن اعمل ايه، شوفوا يا جماعه ده جامده قوي يعني جامده، بصوا بس الحمد لله دخلت، لو ما دخلتش معايا كنت هسخن ده على البوتاجاز عندي وادخلها، فده طبعا بلاستيك فهتتفاعل الحديد مع البلاستيك هيسيح على طول، هظبطها وبعدين اوريها. بصوا بقول لكم هسخن كده ده كده، كده هاخدها بقى كده هشوفه طلعت معايا طب كويس. بصوا حابه ان انا اوريكم حاجه، لما انا سخنتها على البوتاجاز زي ما انتوا شفتوا معايا هي اتشالت كده، فبصوا اتشالت اول ما سخنتها على البوتاجاز طلعت على طول تمام كده، انا مش محتاجه الاسلوب دي خليها كده جوه. بصوا هحاول اكبر لكم وابعد لكم الكاميرا شويه، فبصوا اهو هي كده اصيحها على البوتاجاز وادخلها، واحاول ان انا احط هنا كده البتاع دي بحيث تبقى ايد المايك عامله كده، فاهمين معايا واخدين بالكم كده بالشكل ده، هو هيكون طويل شويه بس مش مشكله، هظبطها كده على البوتاجاز وهرجع لكم تاني. بصوا بعد ما خلاص اهي لزقت وبقت جامده اهي زي ما انتم شايفين،
انا بقى الجزء ده التحتاني ده برضو هسيحه وهدخله على النار، بحيث ان بيبقى هو طولي شويه بس مش مشكله عشان تلزق فيها وتدخل فيها على طول. يلا تعالوا معايا كده برضو، قصدي على الجزء التحتاني ده وده كده، بس نخلي بالنا طبعا من النار. شوفوا خلي بالنا بقى يا جماعه اهي، خلي بالنا خالص عشان ده ايه اهو، نضغط الاخر كده. هي طبعا سخنه، بصوا بقى يا شباب، يعني مش عايزه اقول لكم هي من دلوقتي بقى اصلا الميكروفون مش محتاج ان احنا نغلفها ولا حاجه، بس هنعمل الديكور الاخير كزينه فقط لا غير، مش اكتر ولا اقل. بس والله جميله جدا وتحفه وهتبسط ولادك. يلا عشان نشوف نغلفه مع بعض ازاي، تابع الفيديو الاخر وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. يلا كده عايزه اغطي الجزء اللي هو ده، انا عايزه اسيبه باين، هغطي بس الجزء ده. تمام كده، تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. عايزه اقصها، اقصها عليها وارجع تاني. بصوا انا هنا هقص ده كده، بس ايه قبل ما اشيل الورقه عشان خاطر لو انا شلت الورقه هيعذبني في القص، وانتوا عارفين اللزقه هيلزق في المقص. هقصها كده واخليها على قدها، الورق ده كده، واحاول انا اغلف ايده. بصوا هي يعني عايزه اقول لكم الميكروفون اصلا من دلوقتي بقى شكله تحفه 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 اهو. ولسه طبعا لسه ما خلصناش الديكور بتاعه، بس ان شاء الله يعجبكم. احاول بقى ان انا اجيب ده، يعني احاول انا اجيب من ده كده واغلف بيه الراس، الراس بتاعه المايك. هحاول كده، بصوا هاخد على قدها عشان برضو ما اهدرش كتير. احاول يعني ايه هعمل كده، هاخد على القاسه بالظبط وهوريها لكم. بصوا انا هاخد بقى على قاس الراس بس كده وهقص، يعني هعمل بزياده عشان لو قصت ولا كده بدل ما كل شويه ايه اهدف في ورقه. بصوا هقص كده بقى، هحاول بقى اخد كده نشوف دلوقتي مع بعض. طبعا عايزه اقول لكم ان ابني فرحان ان انا بعمله دلوقتي، واقف جنبي طبعا سامعين ضحكته، فرحان كده كده خلاص عشان تحط فوق اللمع بقى. لا مش تحط اللمبه، انت بس اصبر بس يا حبيبي. طبعا هو مش عايز اللمبه ولخبطني للاسف، معلش بس هنظبط الدنيا دلوقتي مع بعض. عايزه اقول لكم الحاجات دي يا جماعه بتفرح، بتفرح الولاد جدا، يعني حاجات بسيطه في البيت والله العظيم بتفرحهم. انا هحاول كده اظبطها عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم، تظبطيها. طبعا انا مش في الحاجات دي قوي برضو، بس بحاول انا افنن له عشان ما يتعبنيش. وهقص بقى زياده، انا عايزه ده يبان كده، هتشوفوه معايا تشوفوه معايا. هقص كده قصائص ونرجع مع بعض. بصوا انا هسيب، احاول بقى اسيب الجزء الابيض ده باين عشان هنحطه عليه، هنحطه بالسيلفر. هبصوا كده، هبص بقى دي كده، بصوا كده بالشكل ده. انا عايزه الجزء الابيض ده يبان عشان هعمله سيلفر معايا دلوقتي هتشوفوه. هاخد برده ده كده اكمل بنفس الطريقه وهتشوفوه معايا الاخر. بصوا ابني طبعا عايز يغطي دي، فانا هسيب له الحته البيضه ده بس عشان هو بقى ايه يعني ايه لاولاده وكده يقولوا ده لمبه ومش عارفه ايه، هو عايز يعني ما يخليهاش تبان خالص عشان خاطر الاولاد ما يضحكوش عليه وكده، فهتشوفوها معايا دلوقتي اهو بالشكل ده. بصوا حاول احس الكاميرا مش قريبه ليكم، بس هبصوا بسم الله كده، بسم الله لو انتم شايفين كده. وخليت اللون البني مع السيلفر بحيث ما يغير، لسه بقى ما خلصتش ده،
ده لسه اللي هظبطه واحطه كله هنا باللون البني، وهحط هنا يعني ايه زي خيط كده باللون السيلفر، هتشوفوه كله معايا بس مش عايزه اطول عليكم، بس برضو مفيش فيها مشكله اهو عشان يبقى عندكم خلفيه. وقص الورق قبل ما ايه ما تعملش غلطتي، قص الورق قبل ما تشيلي الورقه البيضه دي لان ده هيتعبك. تمام، او ممكن كده بالعرض كده احسن رايكم. تمام، بصوا هي بتبقى للاسف في زاويه لان كنت بتلفي، فانا هحاول انا كل شويه اقص وارجع تاني لان ايه انا لسه طبعا ما شلتش الورقه البيضه اهو. اقص كده زي ما قلت لكم، انا طبعا مش محترفه بس بحاول على قد ما اقدر اعمل له حاجه كده تفرحه. في الاخر اقص القصايص الزايده اهو، ان شاء الله نعمل له حاجه كده ايه تفرحه. وحش كده. استنى يا بابا يا حبيبي، طبعا هو مش عاجبه بس ايه هنظبط له الدنيا مع بعض. بص كده حبيب قلبي اهو، بص بقى ازاي. بصوا بقى يا حبيب قلبي، انا كده طبعا لسه الحتت البيضه اللي احنا كنا سايبينها مع بعض، هاخد اللي هي بالسيلفر ده كده وهديها لزقه زي ديكور، هتشوفوه معايا دلوقتي. بس هحاول اخد كده زي خيط رفيع ونلزقه مع بعض. ما تنسونيش بلايك حلو زيكم، عشان الفيديو ده يعني لابني الوحيد فانا عايزه افرحه اهو. بصوا اهو، اي بقى يعني ايه اللي هو بقى بالحاجات اللي بتبقى في الميكروفون. بصوا بعد ما حطيت زي ثلاث زراير كده، هنحط اللي هي بتبقى فوق كده. اعملي بقى اي شكل انت عايزاه، اي الوان انت حباها، زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل جدا تحفه بجد، ابني اتبسط بيها خالص وفرحان بيها. مش عايزه اقول لكم حاجه بسيطه من دي ممكن تفرح الاولاد وتخليهم طايرين من الفرحه. الحاجات دي احنا يا جماعه كنا مفتقدينها زمان، كانوا اولادنا كانوا اهالينا بقى يعني ايه بيتجاهلونا وكده، بس الحاجات دي بتفرق مع العيل في الدول، بيهتموا بالاحتياجات ومتطلبات الاطفال، لان دي اللي يعني اهم من التعليم، ده اللي بتنمي افكارهم وتعليمهم وبخليهم عندهم ثقافه. لذلك احنا طبعا بنحب ان احنا نروح نتعلم عندهم في بلادهم، لانهم اي نشاط اي حاجات من دي يعني هم بينموها، ما بيستهتروش او ما بيسمعوش كلام اولادهم، لا يعني بيعملوا كل انشطه، والاولاد كمان هم اللي بيساعدوهم. هنا طبعا عشان ابني لسه صغير لسه في كي جي 2، فيعني ايه بعمل قدامه ولسه ما ساعدنيش، بس ان شاء الله قريب جدا هخليه ان شاء الله هو اللي يعمل. بس كده الفيديو بتاع النهارده خلص، يا رب يعجبكم، ولو عجبكم طبعا اتمنى ان انتم ما تنسونيش بلايك وكومنت حلو زيكم، وما تنسوش طبعا تضغطوا على زر الاشتراك اللي باللون الاحمر او سبسكرايب، وكمان تعملي الكل عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. اتمنى القناه دي تفيدكم وتستفادوا منها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي، في رعايه الله. اهو ابني طبعا فرحان بيه وماسك اهو زي ما انتم شايفين، ربنا يفرح قلبه ويفرح كل الاطفال. بس كده، باي باي.